رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. رمضان كريم. مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو حبايب قلبي بدنا نعمل حلاوة الجبن بالبيت على طريقتي انا. بتمنى منكم تشاهدوا الفيديو للآخر وتتعلموا الطريقة مشان تعملوها انتو كمان بالبيت. وقبل ما نبدأ هالفيديو لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شي جديد. منحبكم، يلا نبدأ الفيديو. هلأ عنا هون مكونات حلاوة الجبن. عنا هون كاستين سميد ونص كاس سكر ونص كاس مي ومعلقتين ما زهر، وعنا هون القشطة، القشطة مشان الحشوة، وعنا هون فستق حلبي مشان الزينة، والجبنة كمان أهم شيء كنت نسيانتها حاططها بالبراد. هلأ أول شيء بدنا نروح مشان نعمل القطر. هلا اول شي رح نحط كاستين سكر. هلا بدنا نحط كمان كاسة مي. هلا كمان بدنا نحط شوية ملح الليمون ونخليه لحتى يغلو ونبلش بالعجينة. ونحط هالقد بس. هلا بدنا نستنيها لحتى يغلي. بدنا نحركه لحتى يذوب السكر وبعدين نبلش بالعجينة. وهلا خلينا نروح نجهز العجينة. هلا اول شيء بدنا نفرد الكيس ونروح نعمل العجينه، لانه بس سخنت العجينه لازم نحطها على الكيس مشان تفرد معنا. هلا خلينا نجهز العجينه. بدنا نبلش بالعجينه. اول شيء بدنا نكب نص كاسة المي. بدنا كمان نكت نص كاسة السكر. بدنا نحركه لحتى يذوب السكر. هلا بدنا نحط السميد. بنحركهم شوي بعدين نحط الجبن فوق. وهلا بدنا نكت الجبنه لحتى يصيروا عجينه. هلا حبايبي الجبنه بتعطينا شويه مي.
بدنا نكت نقطن مع زهر. شايفين كيف طلعت حبايبي؟ وهيك صارت جاهزة. هلا بدنا ندهن الكيس بالقطر. هلا بعد ما دهناهم بدنا نكت العجينة. بدنا ناخذ المدلك وندلكهم مشان يصيروا رقيقين. بعد ما نرققهم شوي بدنا نجيب حلاوة الجبن ونحط عليهم ونلفهم. هلا بدنا نجيب القشطة ونلفها. هلا رح نجيب القشطة. حبايب قلبي بدنا نقطع الحرف مشان تطلع اللفة ظابطة. هلا بدنا نحط حلاوة الجبن. اشبغ معاك. وهلا عم نحشيها بالقشطة. هلا بدنا نلف وتعلموا طريقة اللف كيف. هلا رح نقطع. وهيك أول واحدة صارت جاهزة. حبايب قلبي وهيك صارت جاهزة، بس بقى علينا نقطعها. حبايب قلبي شوفوا لي القشطة بقلبها. حبايب قلبي وهيك صاروا جاهزة، بقى علينا بس نحط عليهم القطر والزينة. هلا رح نحط لهم قطر، رح نرش قطر
بس ما رح نكتر كتير. وهلأ رح نزينهم بالفستق الحلبي. وهيك صاروا جاهزين، يلا تفضلوا. تفضل. طلعوا طيبين. سلم دياتك يا ليانا. انتهى الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الطريقة، ولا تنسوا تعملوها بالبيت، طريقة كتير سهلة. ولا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب، تضغطوا على جرس التنبيه حتى يصلكم كل شيء جديد. بحبكم واستنونا في فيديوهات جديدة. باي.